الاتحاد الأوروبي ينضم لمصر وقطر والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 39,600 شهيد. غارات إسرائيلية على عدة بلدات في جنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يرد بسرب من المسيرات. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، فمرحبا بكم. تستمر الجهود الدبلوماسية في كل الاتجاهات لتجنب تصعيد عسكري في الشرق الأوسط. وفي مواجهة مخاطر توسع الحرب، تتزايد الاتصالات بين مصر والولايات المتحدة وقطر لإنهاء الحرب في القطاع. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. ضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى الدعوة التي أطلقتها مصر وقطر والولايات المتحدة إلى استئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين سعيا للتوصل إلى اتفاق. وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد جوزيف بوريل، قال إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد بالمنطقة. وأعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي عن دعمه الكامل لوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر لوضع حد لدائرة المعاناة غير المحتملة. أعربت إيطاليا عن دعمها لجهود مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أكدت أستراليا الوقوف بجانب القاهرة وواشنطن والدوحة في الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكامل للبيان المشترك الصادر عن قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قد أكدوا في بيان مشترك أن الوقت قد حان كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وللمحتجزين وعائلتهم. We'll be right back.
توالت ردود الفعل المؤيدة للبيان المشترك لزعماء مصر وقطر والولايات المتحدة الداعي لوضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأعربت العديد من الدول عن أملهم في عدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستوفد مفاوضين للمشاركة في اجتماع في منتصف أغسطس، ذلك لمحاولة للتوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار. وذكر مكتب نتنياهو أنه بناء على العرض المقدم من الوسطاء سترسل إسرائيل وفدا من المفاوضين إلى المكان الذي سيتم تحديده لاحقا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول العدوان يومه 308. وذكرت السلطات الصحية أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 39,699 شهيد، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف الإنقاذ أو الوصول إليهم. أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة بالمنطقة الشرقية لخان يونس جنوب غزة. جاء ذلك بعدما أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلائها، وطالبت سكان شرقي خان يونس
بالتوجه إلى المناطق الغربية، هذا ونفذت قوات الاحتلال قصفا مكثفا بقذائف المدفعية يستهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، حيث تم قصف 30 هدفا بالمناطق الشرقية لخان يونس، كما تستهدف قذائف المدفعية الإسرائيلية حي الجنينة والسلام وعدد من المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية. قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق راجا جوبالا أنه يعتقد أن يوم محاسبة إسرائيل قادم. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما اقترح المسؤول الأممي أن يجرى اتخاذ قرارات مثل العقوبات الاقتصادية أو حظر الأسلحة ضد إسرائيل في جمعية العمل الأمم المتحدة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قدوم شرق قلقلية بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع قرب مسجد عمر بن الخطاب عقب صلاة الجمعة، كما أدى ذلك إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين دون أن يبلغ أو يبلغ عن وقوع إصابات. دعت السفارة الأمريكية في بيروت رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان إلى حجز أي رحلة متاحة حتى لم تغادر على الفور أو لم تكن تتبع طريقهم المفضل. وطالبت السفارة الأمريكية الرعايا الأمريكيين الراغبين في البقاء بلبنان بإعداد خطة طوارئ والاستعداد للاحتماء في حالة وجود أي طارئ. شن حزب الله اللبناني هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة الساحلية الإسرائيلية التابع للواء الغربي المستحدث في منطقة ليمان بالجليل الغربي. وأعلن حزب الله اللبناني استهداف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها وأنها أصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة. وفي السياق ذاته أيضا قصف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات شمونة. وقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات بجنوب لبنان، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال الحربية قد شنت غارات على بلدات حناوية وعيت الشعب، ذلك تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في أجواء جنوب لبنان. أصيب 4 عسكريين سوريين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط مطار الشعيرات في ريف حمص الشرقي بسوريا. وذكرت وكالة سانا للأنباء نقلا عن مصدر عسكري أن الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في المنطقة الوسطى. وأضاف المصدر أن الهجوم أسفر أيضا عن وقوع خسائر مادية. وما زالت نشرة السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها. الحكومة البريطانية تحث الشرطة على البقاء في حالة يقظة لمنع مزيد من الشغب في الأيام المقبلة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نجحت خلال 24 ساعة ماضية في تدمير صاروخين مضادين للسفن تابعين لقوات الحوثي ومحطة تحكم أرضية تابعة لهم في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة للنفط الخام تدعى دلتا بلو أبلغت عن تعرضها لأربع هجمات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قبالة ميناء المخا اليمنية. وأكدت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة تجارية قد أصيبت بطائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا
إلى الجنوب الغربي من الحديدة باليمن، نافية وقوع لأي إصابات أو أضرار مادية. ذكرت الحكومة السودانية أنها سترسل وفدا إلى جدة للتشاور مع الحكومة الأمريكية بخصوص الدعوة المقدمة منها لحضور مفاوضات ستنعقد في جنيف في 14 من أغسطس لبحث وقف إطلاق النار في السودان. وتهدف المحادثات إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وتعد محادثات جنيف التي وافقت قوات الدعم السريع على حضورها أول محاولة كبيرة منذ أشهر للتوسط بين الطرفين في السودان. قال الوزير المسؤول عن مكتب مجلس الوزراء في بريطانيا إن الحكومة قد حثت الشرطة على البقاء في حالة تأهب مرتفعة. وتأتي تلك التحذيرات في ظل توقعات باندلاع مزيد من أعمال الشغب في اليومين المقبلين من مطلع الأسبوع بعد هجمات واضطرابات وأعمال عنف عنصرية دارت على مدى أيام. وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي في حين لم يتضح بعد عدد الاحتجاجات العنيفة التي تشوبها أعمال شغب والتي يخطط اليمين المتطرف لها حاليا. أعضاء الحكومة التي تقف أمامكم لتحظى بثقتكم في مقدمة الصفوف قولا وعملا، ويجب أن يقدموا المثل الأعلى في تحمل المسؤولية في خدمة الوطن. برنامج الحكومة الذي نأمل أن يكون ملبيا لطموحات وآمال المواطنين، وأن يكون في مقدمة أولوياته التخفيف عن المواطنين ورفع العبء عن كاهله. استحوذت مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية على حصة كبيرة من الاستثمارات، وحصدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم. إلى وجهة عالمية للاستثمار تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نجاحها في جذب استثمارات هائلة بقطاعات متعددة. مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات، حيث كانت على رأس الأولويات تطبيقا لرؤية مصر 2030، كذلك بعدها البيئي الهادف للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، تصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة. وتخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمي لتمويل السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. ففي أغسطس الماضي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد في 6 ساعات، لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ووفقا لبيانات حديثة للمنطقة الاقتصادية، فقد نجحت خلال العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية مارس 2024 في جذب 144 مشروع مختلف ما بين الشركات الحاصلة على موافقات نهائية أو مبدئية باستثمارات إجمالية قدرها 3.2 مليار دولار. وخلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه، وذلك عن الفترة من أول يوليو لنهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة قدرات
الإيرادات ب 70%. ونظرا لهذه الإنجازات، حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن قائمة 50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم تم اختيارها من 7000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها التحالف. وجاء هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال. وتعكس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح الحكومة خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية واستغلال موقعها الاستراتيجي واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وتشجيع عمليات التصدير. تولي الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم التكنولوجي، وقد نجحت الدولة في استحداث مسار جديد بالتعليم العالي وهو تدشين جامعات تكنولوجية بإجمالي 10 جامعات. مع انتهاء مارس امتحانات الثانوية العامة وظهور النتائج، يستعد الطلاب لموعد فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لاختيار كلياتهم. ومع تطور سوق العمل وتغير الاحتياجات الوظيفية، زادت الحاجة لاستحداث تخصصات جديدة في الجامعات، وهو ما نفذته الدولة في عهد الرئيس السيسي. ومن هنا جاءت أهمية الجامعات التكنولوجية، فقد نجحت الدولة في استحداث مسار جديد بالتعليم العالي وهو تدشين جامعات تكنولوجية بإجمالي 10 جامعات، وهي جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية، وجامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة السمنود التكنولوجية، وجامعة طيبة التكنولوجية، وجامعة برج العرب التكنولوجية، إضافة إلى جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، وجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية خلال العام الجامعي 2022-2023. الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل المجهزة بأحدث الوسائط التكنولوجية التي تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عملياً وتطبيقياً ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. الجامعات التكنولوجية تهتم بالعمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة لتدريب الطلاب عملياً وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم. كما أصبحت الجامعات التكنولوجية تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي. وتقدم الجامعات التكنولوجية المصرية برامج دراسية حديثة هامة مثل الأوتوترونكس والميتاترونكس والطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا التصنيع الغذائي وتكنولوجيا الصناعات الخشبية، إضافة إلى تكنولوجيا الخدمات الفندقية وتكنولوجيا خدمات السياحة والسفر. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن الاستهلاك العالمي من الكهرباء سيزداد خلال عامي 2024 و2025. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة أن موجات الحر أدت إلى زيادة الطلب على الكهرباء بأسرع وتيرة منذ سنوات. سيزداد الاستهلاك العالمي من الكهرباء خلال عامي 2024-2025 مدفوعا بموجات حر شديدة واستمرار لتزايد الاعتماد على الكهرباء في جميع أنحاء العالم. هذه التوقعات جاءت في تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة، أشار إلى أن النمو المتوقع لاستهلاك الكهرباء بنسبة 4% لعام 2024 هو الأعلى منذ عام 2007، ذلك باستثناء الانتعاش الحاد في عام 2010 بعد الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2021 بعد انهيار الطلب الناجم عن كوفيد-19. ويرجع هذا النمو إلى الطلب القوي على الكهرباء في مناطق ودول متعددة خاصة في الصين والهند والولايات المتحدة، كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الطلب في عام 2025 مع نمو بنسبة 4%.
تقرير الوكالة الدولية للطاقة توقع أن يزيد الطلب على الكهرباء في الصين بنسبة 6.5% عام 2024، وهو ما يشبه متوسط معدل نموه بين عامي 2016 و2019، ويمثل هذا النمو السنوي القوي تباطؤ متواضع من 7% في عام 2023 وسط إعادة الهيكلة الجارية للاقتصاد الصيني. استهلاك الكهرباء في عام 2024 و2025 يتوقع أن يكون مدفوعاً بالنشاط القوي في صناعات الخدمات والقطاعات الصناعية المختلفة، بما في ذلك الارتفاع السريع في إنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما أن التوسع المستمر في شبكات الجيل الخامس بالإضافة إلى الإقبال القوي على المركبات الكهربائية في السوق المحلية من العوامل المساهمة. أما الهند فتوقع التقرير أن تسجل أسرع نمو في العالم، إذ سينمو استهلاك الكهرباء بنسبة 8% في عام 2024، وهو ما يطابق النمو السريع الذي شهدته في عام 2023، ويدعم ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وزيادة الطلب على التبريد بسبب موجات الحر الطويلة والشديدة. وبالنسبة للولايات المتحدة فمن المتوقع أن ينتعش الطلب على الكهرباء بشكل كبير في عام 2024 بزيادة قدرت 3% على أساس سنوي، ويرجع معدل النمو الأقوى جزئيا إلى انخفاض الطلب في العام الماضي بنسبة 1.6%، وسط طقس معتدل، هذا بالإضافة إلى توقع بأن يرتفع الطلب بنسبة 1.9% في عام 2025. وبحسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة، فإن العديد من المناطق عانت من موجات حر شديدة في النصف الأول من عام 2024، ما أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء وإجهاد شبكة الطاقة، فكان شهر مايو الماضي هو الشهر الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة العالمية، والشهر الثاني عشر على التوالي من درجات الحرارة المرتفعة القياسية. يشارك صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة في فعاليات معرض تنمية الأسرة المصرية الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة في إطار فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. ويستهدف صندوق عطاء المتسوقين لتعريفهم بأنشطته والمشروعات التي يدعمها الصندوق، ذلك لمشاركتهم في طريق العطاء مع الصندوق وتغيير حياة 11 مليون شخص من ذوي الهمم، ذلك من خلال وثيقة تبلغ قيمتها ما يقترب من 13 جنيه يتم استثمارها واستخدام العائد منها لدعم ذوي الهمم لضمان الاستمرارية والاستدامة. تتواصل فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين والتي تشهد حفلات غنائية وعروض فنية بالإضافة لعدد من الفعاليات الرياضية التي يتم استكمالها طوال فترة المهرجان. هذا وتشهد مدينة العالمين الجديدة إقبالا كبيرا من السائحين والزائرين للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة التي تقام في عدد من الأماكن السياحية والترفيهية بالمدينة. مدينة العالمين الجديدة ليست فقط نقطة جذب سياحية، ولكنها وجهة رياضية مهمة عبر استضافتها العديد من الفعاليات، ومنها بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة رجال وسيدات، والتي تجرى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة. الفكرة جت لمجلس إدارة المنطقة بتنفيذ فعالية من فعاليات النشاط، عندنا نشاط كبير جداً، فاخترنا أكبر سن موجود في الفعالية اللي هو الدرجة الأولى رجال وسيدات، وقلنا
لازم نعمله في ان شاء الله في العالمين. وفعلا الفكره جت اول ما بدا التنفيذ على طول نفذناها في التاريخ اللي احنا اتفقنا مع المتحده ومع ايفنتس بلس. احنا طبعا بنعين الحكام وبنتابعهم وبنحاول ان احنا نعد اجيال جديده تبقى موجوده، وبنحاول ان احنا نتابع الحكام على طول عشان نبقى ابديت لاي حدث. لعبه كره السله لعبه سريعه والتحكيم فيها بيتطور على طول، فاحنا بنحاول نكون موجودين على طول معاهم. 8 فرق من الرجال و4 للسيدات يشاركون في المباريات النهائية للنشاط السنوي الذي تقيمه المنطقة، بالإضافة لمشاركين من فرق سودانية وجنسيات أخرى، والذين أشادوا بالأجواء التنظيمية والساحلية لمدينة العالمين الجديدة، والتي خلقت أجواء تنافسية بروح رياضية جميلة وسط شواطئ وأبراج مدينة العالمين الجديدة. البطولات الصيفية بتبقى فرصة بالنسبة لي أنا يعني أعمل اللي أنا كنت بحبه لمدة 10 سنين وكده. وصراحة اللعبة على البحر تحفة، يعني يكفي بس منظر البحر، بنخرج خسرانين بس تمام إحنا شايفين البحر. هلا أي ماتش سواء 5-on-5 أو 3-on-3 بنحضر إنه بدنياً لياقياً وبنشوت، بنعمل تمارين، بنعمل بوزيشنات، بنعمل موشن، يعني كذا قصة. يعني الأجواء ما تتوصفش، يعني هو إحنا على البحر بنلعب باسكت، فدي حاجة بتحصل في أمريكا في ميامي، لكن في مصر لا، دي حاجه جديده يعني. فالاجواء لا يعني جميله، والابراج ورانا واحنا قاعدين نلعب، ف يعني من هنا في بحر من هنا في ابراج، فمن كل حته في مناظر جميله. هي عامه مصر احسن مكان بجد في ناحيه كان فيها قبل كده ريد بول فاينل، كانت بتعمل كانوا بيلعبوا عند الاهرامات، فهي مصر بجد فيها اماكن كتير متميزه احنا نلعب فيها، فدي احسن حاجه. ان انا بصراحه اجي العب هنا اول مره اشارك في بطوله، فيعني بره القاهره وكده، يعني رحت قبل كده حتت بس مش زي مثلا ساحل وكده، فالاجواء بصراحه هنا حلوه ومختلفه. ده الواحد حاسس ان هو في دوله اوروبيه يعني، وما شاء الله، فده تقدم يعني حاجه. والله انا سوداني وحاسس بالفخر بجد يعني. فيعني التنظيم تستمر منافسات كرة السلة رجال وسيدات بلقاء آخر يوم 16 من الشهر الجاري يجمع مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، لتصبح المدينة مكانا جاذبا سياحيا ورياضيا، بالإضافة لتميز المهرجان بالفعاليات المتنوعة التي لا تتوقف على مدار اليوم. محمود جميل، التلفزيون المصري. وللمزيد من فعاليات مهرجان العالمين الجديدة انضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري إلى هناك. محمود، يعني آخر فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. نحييكم من مدينة العالمين الجديدة وآخر الفعاليات التي يتم الاستعداد لها الآن. بالطبع اليو أرينا تستعد لاستقبال حفل الفنان الكبير عمرو دياب، وبعد قليل سيتم فتح الأبواب لدخول الزائرين وأيضا عشاء الفنان عمرو دياب، بعد أن تم الإعلان عن حجز كل التذاكر الخاصة بالحفل بكل الفئات. فتستعد هذه المنطقة لاستقبال زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة في هذا الحفل الكبير اليوم. أيضا في المنطقة الشاطئية التي نتواجد بها اليوم وبعد قليل ستنطلق فعالية واحد ضد واحد، وهي الفعالية الرياضية التي تتواجد لأول مرة في مهرجان العالمين الجديدة بتنظيم إحدى الشركات المشاركة في المهرجان. ستنطلق على الملعب الخماسي في المنطقة الشاطئية بحضور عدد من المشاركين في رياضة كرة القدم في هذه الفعالية تحديدا، بالإضافة إلى أنه أيضا يتم الاستعداد لانطلاق سباق السيارات في مدينة العالمين الجديدة اليوم وغدا. أيضا سيكون هناك عدد من السباقات، بالإضافة أيضا إلى أننا نستعد أيضا أو نستكمل اليوم عرض مسرحية السندباد للفنان كريم عبد العزيز ونيلي كريم، وهذه المسرحيات التي تأتي بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. بالإضافة بالطبع إلى أنه يعني مساء اليوم يكون هناك بعض الحفلات التراثية للفرق التراثية والفنون الشعبية والتنورة والسيرك القومي بأيضا المنطقة الشاطئية التي لازالت تستقبل عدد كبير من زوار ورواد مهرجان العالمين الجديدة، بالإضافة بالطبع يعني إلى الإشغال بشكل عام في فنادق مدينة العالمين، وهذا يشير إلى نسبة الإقبال المتزايدة على مدينة العالمين الجديدة. وصلت نسبة الإشغال في الفنادق المختلفة إلى 100% وفقا لما يعني تم التصريح به من هيئة الغرف
الغرف السياحية، بالإضافة أيضا إلى أننا يعني نتابع الآن بعض الحركة المتزايدة في الممشى السياحي الخاص بمدينة العلمين الجديدة، بالإضافة بالطبع إلى الزيارة التي كانت بالأمس لوزير السياحة والآثار ومعه عدد كبير من سفراء الدول الأجنبية والعربية، وكانت رسالة قوية لأهمية مدينة العلمين الجديدة كوجهة سياحية ورسالة مهرجان العلمين في تسليط الضوء على المشروعات المختلفة هنا في مدينة العلمين. وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات اليوم وحفل الفنان عمرو دياب في اليو أرينا، سنتابع معكم كل هذه الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة. بالتأكيد مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من مدينة العلمين الجديدة. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، ذلك بمنافذ المبادرة المنتشرة على مستوى الدولة. يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. احنا ولادك يا بلادي اللي تجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاكي كلنا. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تسعى من خلالها الوزارة إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المبادرة، ودايما هو واخد باله من المستهلك ومحدود الدخل. الاستهلاك اللي المواطن بيستهلكه في خلال الشهر الأساسية موجودة وبأسعار أقل من الأول بكتير، فالمبادرة عاملة مجهود كبير. أنا بشكر سيادة الرئيس إن هو حاسس بالمواطن، والمبادرة أسعار هنا غير أسعار خارج المبادرة خالص نهائي يعني. هذه المرحلة من المبادرة والتي مدت الوزارة فعالياتها اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر تشهد مشاركة كبيرة من الشركات والأسواق والسلاسل التجارية الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة من خلال 2254 منفذا بمختلف محافظات الجمهورية وبتخفيضات على السلع تصل إلى 40%. بشكر طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود اللي هو عمله وفي المبادرة، وإن المبادرة نفعنا نفع كبير جدا. المبادرة كويسة جدا، بتوفر عليا حاجات كتير قوي وبتساعدني في إن أنا يعني أجيب حاجات كتير، وهي ممتازة بصراحة. نشكر الرئيس على المبادرة الحلوة دي، وياريت إنها مستمرة معنا فترة أطول من كده. وتشهد الشوادر المشاركة في المبادرة وفرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. المبادرة والله فيها حاجات كويسة جدا ومناسبة لكل الأسعار، وأسعارها متفاوتة يعني متهاودة عن بره بكتير. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة كويسة جدا وفارقة مع ناس كتير، المنتجات كلها موجودة والكواليتي بتاعها كويس جدا، وأنا كرب أسرة طبعا فارقة معايا. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. وبالتزامن مع المبادرة واصلت منظومة أمان توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفر أيضا عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق. يا مصر اللي شمسك لا يمكن تغيب، أنا جنبك تملي ومنك قريب. نشكر سيادة الرئيس على الأسعار وعلى الجودة اللي احنا بنشوفها في مصر، ونتمنى من سيادة الرئيس المبادرة دي تكون مستمرة في جميع الجمهورية. منفذ أمان للشعب المصري يشتري سلعة سعر كويس، جودة عالية، معاملة ممتازة، السلع كلها متوفرة بأسعار في متناول الجميع. بنشكر الرئيس طبعا وزارة الداخلية على المنافذ أمان ديت، وهي فعلا أمان للناس وأسعار رخيصة جدا عن أي حاجة بره يعني. مبادرة كلنا واحد مبادرة اجتماعية
تؤكد من خلالها وزارة الداخلية حرصها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم. وفرة كبيرة من المعروض من كافة أنواع السلع أتاحتها مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف من ورائها وزارة الداخلية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس التي تتعرض لها عدة محافظات تزامنا مع سقوط أمطار غزيرة تصل لدرجة سيول خاصة في محافظتي أسوان والوادي الجديد، والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمحافظات. كما تقوم وزارة التضامن بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر المصري وأفرعه على مستوى الجمهورية تجهيز وتنفيذ الاستجابة السريعة وقت الأزمة وتقديم كافة سبل الدعم. أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عن تقديم أكثر من 12 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة خلال 8 أيام، ذلك منذ انطلاق رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للنسخة الثانية في جميع محافظات الجمهورية برعاية الرئيس السيسي. ودعا عبد الغفار جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن. قام محافظ القليوبية أيمن عطية ومساعد وزير الصحة للمشروعات أنور إسماعيل بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الخاصة بتطوير وإنشاء المستشفيات بالمحافظة، وشملت الجولة تفقد المبنى الجديد بمستشفى حميات بنها ومستوصف صدر بنها ومستشفى طوخ المركزي الجديد، وحضر الجولة عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة. أولوية كبيرة للرعاية، سواء للرعاية للأطفال أو للكبار. برضو احنا عندنا يعني مش هننسى برضو لما حضرتك تتكلم على تأثير الرعاية دي. تأثير الرعاية ده موجود في المستشفيات زي مستشفى بهتيم، احنا نتكلمش بس على المستشفيات اللي هي العامة، احنا عندنا مستشفى كذا كيان طبي موجود ممثل هنا في محافظة القليوبية، سواء المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التعليمية أو مستشفيات التأمين الصحي. فكل دي يعني وغير بخلاف مستشفيات وزارة الصحة اللي هي المستشفيات العامة، دي كلها خدمات كبيرة. قام محافظ القاهرة إبراهيم صابر بجولة تفقدية بأحياء مصر الجديدة والخليفة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة النظافة وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع. وأشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني اليومي للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، بالإضافة إلى متابعة استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى. وقفتنا الاقتصادية بنشرة السادسة. وسارة النجيب. شكرا لكما سحر وحكمة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. بحث
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع رئيس إحدى كبرى الشركات الصينية والعالمية في قطاع النسيج والملابس الجاهزة تأسيس مجمع متكامل للغزل والنسيج والصباغة والمنسوجات والملابس الجاهزة في مصر. وخلال الاجتماع أكد مسؤول الشركة الصينية أنها تستهدف ضخ 500 مليون دولار لإنشاء عدد من خطوط الإنتاج على مساحة 350 ألف متر مربع لإنتاج النسيج والملابس الجاهزة، على أن يتم تصدير 90% من إنتاج المصنع للاستفادة من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري. أعرب وزير الاتصالات عمرو طلعت عن تطلعه لتعزيز التعاون بين مصر ولاتفيا في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك. وخلال لقائه سفير لاتفيا في مصر أندرياس رازانس أشار الوزير إلى أن مصر تعد من أبرز المقاصد العالمية لإقامة مراكز التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات. من جانبه أكد سفير لاتفيا على اهتمام بلاده بتحقيق المزيد من التعاون مع مصر في مجال الاتصالات. أكد وزير الكهرباء محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالمدير الإقليمي لشركة أكوا باور السعودية داخل مصر حسن أمين لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر. وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة. أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مراد أسلانوف مدير المكتب الإقليمي لشركة روستوم الروسية في مصر، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. من جهته أكد الجانب الروسي الاهتمام بتعزيز التعاون مع مصر وإعطائها الأولوية في استراتيجية عمل الشركة. استقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة ألترا ميد كورب الأمريكية والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وخلال اللقاء استعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركات الإنتاج الحربي. من جانبه أشاد الوفد الأمريكي بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 28% ليصل إلى 78 دولارا و94 سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 21% لتصل إلى 76 دولارا و3 سنتات للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 37% لتسجل دولارين وخمسة وثلاثين سنتا للتر. وأما عن أسعار الغاز فصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.55% لتسجل دولارين وستة عشر سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط خلال عام 2024-2025، مشيرة إلى أن مرونة النمو الاقتصادي والسفر الجوي القوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف. وقالت أوبك في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 2,250,000 برميل يوميا في عام 2024 ومليون وثمانمائة وخمسين ألف في عام 2025 دون تغيير عن توقعاتها في الشهر الماضي.
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت 3,400,000 برميل لتسجل 445 مليونا ومائة ألف في الأسبوع الماضي. وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 702,000 برميل خلال الأسبوع الماضي. سجل المؤشران ناسداك المجمع وستاندرد اند بورز مستويات مرتفعة جديدة خلال التعاملات لخامس جلسة على التوالي، حيث يتواصل صعود أسهم الشركات الكبرى المدرجة في كلا المؤشرين بدعم من سلسلة مكاسب قياسية. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز بنسبة 26%، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 45%، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 5%. انخفضت أسواق الأسهم في منطقة الخليج عند الإغلاق قبل موسم إعلان الأرباح الفصلية، مع تراجع أسعار النفط رغم تحسن المعنويات نتيجة زيادة الرهان على خفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية. واستقر المؤشر السعودي عند الإغلاق بعد مكاسب لأربع جلسات، وارتفع مؤشر دبي 1%، بينما استقر مؤشر أبو ظبي عند الإغلاق. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة من جديد إلى صحر وحكمة، إليكما. شكرا لك يا سارة نجيب. وبالأخبار الاقتصادية وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الاتحاد الأوروبي ينضم لمصر وقطر والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر بقطاع غزة وارتفاع الحصيلة لأكثر من 39,600 شهيد. غارات إسرائيلية على عدة بلدات بجنوب لبنان، وحزب الله اللبناني يرد بسرب من المسيرات. انتهت نشرة السادسة، شكرا لكم وإلى اللقاء. في أمان الله. We'll be right back.